البراد وزانة النفسية والجو روعة والمشاعر حية حب البراد وزانة النفسية والجو روعة والمشاعر حية أبوك يا الفلة يلا يا عيال يلا يلا نزلوا الأغراض وأخيرا يا أبويا هذا مو أسلوب دقيقة زيادة كنت حموت احنا مو دقيقة احنا متنا من ريحتك يا الخايس يا عيال بلا نفسيات خلاص خنفلها وهب البراد وزانة النفسية والجو روعه والمشاعر حية هب البراد وزانة النفسية والجو روعه والمشاعر حية والغيم غطت ديرها السحرية وجادت لك الابيات يا مغني لا يا صوالح الحين المخيم ذا كلهم كم كلفن على ولد خالك؟ عبد 20-25 ثلاثة بالمحاري يا عيال مو بغالي ورا ما نتقاط ونسوي لنا مخيم مثله انت فقي احنا بالقوة نجمع قطة الاستراحة ونسددها قال مخيم انت حسودي يا عيال من قال دبابات ينزل لا تغسلونه خلوا قياسه ثلاثة قرفال من فضلكم لا تزيدونه شكلها بتمطر يا عيال بطاطا 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 كفتة بطاطا 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 كفتة بطاطا 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 كفتة بطاطا أتحداك الجو البطل خذني يا محل عليك الجو حبك ذيك شفتني يا طائرة يا يلا عيال نزلوا الأغراض يلا يلا كل واحد يشيل شيء سلامات وراس تنظرين مضيع شيء انتي وش فيها اشكالكم كذا متهاوشين انتو لا 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 يا بنت الحلال كنا كاشتين يا فاتتكم كشتة طبخ وناف ومطر ودبابات انواع الفلة الله كشتة مرة بخاطري اجرب اكشت انا والبنات طيب اكشتوا ايش ناقصكم سيارات ومعكم بصراحة ودنا بس خايفين احد يضايقنا منا ولا منا يخسى يخسى احد يضايقكم واحدة حنا نكشت معكم سلامات يا بوي سلامات قط معهم أنت لا 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 حنا ما نكشت معكم مهم معهم مهم معهم يا السبهة جنبهم الحين سؤال واحد الحين مهم هم جيراننا وبينه وبينهم جدار هلا خلاص نكشت ويكون بيننا وبينهم موتر إيه إذا كذا أوكي كفو متى تبون بكرة لا وش بكرة سلامات أبشاور البنات وعلمك يلا يلا باي حقين البران أمشي يا معلش الويكند ما يناسبني عندنا عزيمة طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعة؟ الجمعة خلاص يوم الخميس وش عندكم؟ يا ذكية الخميس تجهيز عزيمة الجمعة يا ليل خلاص مو بلازم نطلع الويكند نطلع وسط الأسبوع لا وين تحسبين لنا فاضيين مثلك
لا يا حبيبتي، حنا عندنا دوامات، خلوها الويكند اللي بعده. لا لا معليش، الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك؟ يا ليل، مناسبة أبدا مو بمهمة. مو مهمة عندس يا حبيبتي، هذه بنت خالي أقرب لي من خواتي، وبعدين مين أنت طال عمرك عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعادة تهاوشوا ونسوا الموضوع الأساسي. أي موضوع؟ وش أي موضوع؟ موضوع الكشتة. يو خلاص نسيت، أقول لكم شيء خلوها الشهر الجاي. الشهر الجاي؟ لا 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 لا